احنا بنعيش في وتيره تغيير اسرع من المعتاد. دليل زمان لما كانوا بيتكلموا عن نظريات اقتصاديه او اداريه او سياسيه كانوا بيقولوا في العقود الثلاثه الاخيره، ومن فتره مش بعيده قوي لما كانوا بيتكلموا عن نفس المواضيع كانوا بيقولوا في العقد الاخير. مع بدايه الالفيه الثانيه بقوا يتكلموا عن اختلاف جذري للاوضاع من السنه للسنه اللي قبل. تفتكر الفتره اللي جايه هيبداوا يتكلموا عن اختلاف في مسابق بس كل كوارتر سنوي، يعني كل 3 شهور؟ احتمال. الكلمة الشهيرة content is the king دي حقيقة مطلقة، والمحتوى مش يعني كلام بيتكتب بس، لا دي المقصود بيها اي حاجة بتتعرض من مقالة او صورة او فيديو او حتى مزيكا، فانت المفروض تدمج كل العناصر دي عشان تطلع محتوى متميز. قبل ما تفكر تصنع محتوى لازم تحدد مين الشريحة المستهدفة اللي انت عايز توصل ليها، ده طبعا بيطلب انك توصل لسلوكيات واهتمامات الشريحة دي، يعني بيحبوا ايه، بيهتموا بايه، متواجدين فين، وحاجات تانية كتير. طبعا يا جماعة انتوا شفتوا قوة الخيال يقدر يوصلنا ليه، هو ده اللي احنا محتاجينه عشان نوصل الكونتنت بالفيجوال، ونقدر نوصل بالمحتوى اللي احنا بنقدمه لأقصى درجة من الإبهار، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة، دور الفيجوال في صناعة المحتوى. أهلا بيكم في برنامج الوصل. من اهم الحاجات وانت بتصنع المحتوى انك تربط الكونتنت بالفيجوال. هل ده صعب؟ لا مش صعب. هل ده سهل؟ لا برضو مش سهل. حياتي يا رامي، وسهل ولا صعب؟ انا هفهمك. ده مثال لكيفيه استخدام الابهار في المحتوى. زي ده مثلا، ده مش استوديو حقيقي، ده ديكور مرسوم 3D واحنا مصورين وورانا كروما اللي هي دي. طبعا احنا مستخدمين كاميرات واضاءات بروفيشنال عشان يطلع الشغل بالمنظر ده. وانت بتصنع محتوى لازم تقدم محتوى قوي ويكون ليك ميزة تنافسية عن غيرك، لكن برضو لازم تدمجه بخيال عالي عن طريق الفيجوال. احنا حابين نوضح أهمية التسويق بالفيديو بإني أقول لكم إن بيشاهد 78% من الأشخاص مقاطع الفيديو على الإنترنت كل أسبوع. طيب هل الفيديو بيعتمد بس على السكريبت المكتوب والأنيميشن؟ لا طبعا، الفويس أوفر أو الأداء الصوتي من أهم العوامل إنك تكمل مشاهدة الفيديو. طيب هل الفويس أوفر بس؟ لا، دي المزيكا كمان ليها دور ساحر. لو انت محترف قوي في تقنيات السوشيال ميديا بس مش محترف تسويق، ممكن تنجح البيزنس بتاعك؟ طب والعكس، لو انت شاطر قوي تسويقيا كفهم وخبره في التسويق التقليدي لكن مش محترف تقنيات التسويق الالكتروني، ممكن تنجح البيزنس بتاعك؟ الحقيقه ان الاجابه في الحالتين لا. كم مره دخلت على جوجل وسالت عن حاجه؟ اكيد كتير، ده كل حاجه لازم ندخل نسال جوجل. طيب النتائج اللي بتظهر لك في الصفحه الاولى بتطلع صفحه اولى بناء على ايه؟ اكتر افاده ممكنه من الاس اي او، وده موضوع حلقتنا النهارده. اهلا بيكم في برنامج الوصل. عدد عمليات السيرش في اليوم الواحد على جوجل بتتخطى 3.5 مليار عمليه بحث، يعني تقريبا 40 الف عمليه بحث في السنه. تخيل معايا العدد الضخم ده من البشر بيبحثوا عن منتج او خدمه او بيسالوا عن حاجه مثلا. طيب ركزت مع نفسك قبل كده وانت بتعمل بحث عن حاجه وبتدوس على اول نتيجه بتظهر قصادك؟ تخيل كم واحد من عدد الناس المهول اللي بتعمل سيرش في الثانيه الواحده بيدخلوا على اول نتيجه. البراندنج هي كلمة بتتقال على العمليات اللي بتتم من خلال الشركة لإظهار الميزة التنافسية أو القيمة الفعلية للمنتج أو الخدمة، وهو ما يعرف بالفاليو بروبوزيشن. الانجذاب واعتماد المنتج أو الخدمة بيكون ليه خلطة سرية. ركز معايا كده، كلت. لا مش عشان تركز فلازم تاكل، كلت هنا هي الخلطة السرية لأي عملية تسويقية. نو لايك تراست. في حاجة اسمها برودكت لايف سايكل أو دورة حياة المنتج نفسه، ودي عبارة عن الوقت اللي بترتفع فيه معدلات المبيعات من المنتج أو الخدمة وبعدها بتنخفض في رحلة مستمرة من الصعود والهبوط استناداً على احتياج الناس للمنتج أو الخدمة دي في الوقت ده، وهو ما يعرف في البيزنس بالسيزوناليتي أو مدة استهلاك العميل للمنتج والخدمة وتشبع السوق من المنتج، وغيره من الأسباب اللي بتؤدي إلى نهاية رحلة حياة المنتج خلال الفترة الحالية. في الفترة الأخيرة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي المشهد كله وأخذت من الماركت شير للمواقع الإلكترونية، خصوصا ان الصفحات شيء مجاني وتقدر تعمل عدد لا نهائي من الصفحات التجارية عن طريق حسابك الشخصي على المنصة الواحدة. طبعا مصير المواقع الإلكترونية وقتها ان دورها كان هيقل جدا، لولا اللي هقولك عليه حالا كانت فعلا المواقع الإلكترونية كانت هيبقى استخدامها محدود قوي. وفرت جوجل ميزات ساعدت المواقع الإلكترونية انها تتصدر المشهد من تاني وتجذب الاهتمام ليها عن طريق أدوات تحليلية مهمة جدا لفهم سلوك العملاء وأسباب عدم إتمام عملية الشراء. استراتيجية الفايرال ماركتينج أو التسويق الفيروسي عن طريق الترند هي استراتيجية ناجحة جدا، لكن هتكون مضرة جدا لو مفيش اختيار مناسب للترند والتوقيت والطريقة. والمصادر اللي في الديسكريبشن بوكس هتلاقوا اللي يفيدكم عن الفايرال ماركتينج. من فترة قريبة
ظهرت الريلز على الفيسبوك بعد ما كانت مخصصه للانستغرام بس، وقبلها فتره مش بعيده ظهرت الشورتس على اليوتيوب. الغريب في الموضوع ان الميزات دي كلها ما كانتش متاحه قبل التيك توك، والاغرب ان كلها واخده نفس الشكل التيك توك، نفس مقاسات التيك توك، نفس الشكل، نفس السوايب اب، نفس كل حاجه في التيك توك. هل التيك توك اصبح ماركت ليدر للسوشيال ميديا كلها؟ جايز. واو يا جماعة، الفيلم ده يجنن، بس كله خدع. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة، سحر السينما. أهلا بيكم في برنامج الوسط. السحر زمان يا جماعة كان معناه خداع البصر، وده كانوا بيلجأوا بقى للأعمال، وكانوا بيلجأوا للجن والكلام ده كله. بس دلوقتي في حاجة جديدة ظهرت، اللي هي الجرافيكس والفيجوال والثري دي، فده بيديني نفس الإيحاء. كلاش كلاش، انت اتأخرت على الحلقة. انا جاي اهو يا امير في الطريق، انا بجري بأقصى سرعتي. بصوا يا جماعة، كل الناس اللي انا قابلتها عايز تعلم في اف اكس للأسف بتيجي في لحظة وبتتوه، انه متعرفش تبتدي منين ومتعرفش الموضوع اوله من اخره. وطبعا مع انتشار الكورسات وانتشار الحلول السريعة والمعلومة في كبسولة، ده ادى للناس ايحاء ان هي اتعلمت حاجه هم مش مدركين ابعادها ولا مدركين تفرعاتها قد ايه، واساسا اصلها ايه واستخدامها ايه. لان المواقع الالكترونيه انتشرت كتير جدا، بدات شركات صناعه الانظمه بتوفير حلول سريعه لبناء المواقع الالكترونيه بتكلفه اقل وباشكال كتير عشان تناسب كل الاحتياجات، وبسرعه عاليه جدا في اعداد وبناء المواقع. لكن في اختلافات جوهريه بتميز المواقع اليدويه عن المواقع الجاهزه، وده موضوع حلقتنا النهارده. علم تحليل البيانات او ما يعرف بالداتا اناليسيس هو علم انتشر بشكل كبير جدا في العقد الاخير، وده بسبب الطفره التكنولوجيه اللي كان الفيسبوك وجوجل من اهم اسبابها، عن طريق تطويرهم للالجوريزم اللي مهمتها الاساسيه هي تتبع البيانات وتجميعها وتحليلها بشكل سريع جدا، عشان نقدر بعد كده نخرج بيانات واضحه نقدر نبني عليها قرارات سليمه ونسبه الخطا فيها محدوده. وبتستخدم كمان لفهم اهتمامات المستخدم نفسه، وده بيظهر في الإعلانات اللي بتتعرض علينا عن طريق المواقع دي، وإنها متوافقة جداً مع اللي إحنا مهتمين بيه ومحتاجينه كمان دلوقتي. إيه هي الميتافيرس؟ تأثيرها هيكون عامل إزاي؟ تخيل تكون قاعد في بيتك في أي حتة في العالم، وشايف صديقك أو صديقتك اللي عايشين في بلد تانية، ومش عن طريق الكاميرات، لا ده تشوفهم فيس تو فيس، تقعد معاهم وتسلم عليهم كمان وإنت في مكانك. دي التقنيات اللي شغالة عليها شركة ميتا الفترة دي، وهو تطوير أجهزة الفي آر لخلق عالم افتراضي تتقابل فيه الناس عن طريق حاجة اسمها الأفاتار. عالم الميتافيرس هو امتداد لعوالم شفناها في أفلام كتير زمان زي فيلم ماتريكس وفيلم أفاتار، عن طريق نقل العقل الواعي من العالم الحقيقي للعالم الافتراضي، وده هيغير شكل العالم عموما وعالم البيزنس والتسويق خصوصا. سيث جودن هو أحد أهم علماء التسويق في العصر الحديث، وليه مقولة مهمة جدا بتقول All customers is not your customer، وده معناه ان كل العملاء اللي في السوق مش عملاء محتملين ليك، وده موضوع حلقتنا النهارده، ليه اقسم السوق ما انا ممكن اشتغل معاه كله. خلينا نشوف العميل في عالم البيزنس بيتحسب ازاي. عشان العميل ياخد قرار الشراء، الاول بيحتاج يتصرف عليه مصاريف تسويق عشان توصل، وبعد كده مصاريف الموظف المبيعات اللي هيبيع له، مصاريف اداريه ومصاريف المتابعه وغيرها من المصروفات. عمليه الاستحواذ على العميل الهدف الاساسي منها تحويل العميل من حاله العميل العادي لعميل اللي عنده ولاء لشركتك، وكمان ينوب عنك في الرد على اي هجوم ممكن يحصل عليك ويبيع لك من غير اي تدخل منك. ده بيعرف في الماركتينج بالفايرل ماركتينج، او في مواقف مشابهه وورد اوف ماوث، وهي اعلى مرحله ممكن توصل العميل ليها. تحب تطلع صفحه اولى بسرعه جدا وموقعك يختفي بعديها على طول، ولا تطلع بعد فتره كبيره ولكن موقعك يفضل ثابت في الصفحه الاولى؟ وظيفه البيزنس ديفلوبمنت بتقوم بالكامل على التوسع والاستحواذ على حصه اكبر في السوق، بلس كمان طبعا ده اكيد زياده ارباح الشركه، وده بيكون من خلال اربع طرق مختلفه. اولهم الماركت بينتريشن، وهو عباره عن من اسمه هو عباره عن اختراق السوق بوسيله ما للاستحواذ على اكبر عدد ممكن من العملاء المهمين. بيتيح جوجل اناليتكس كميه ضخمه جدا من التقارير المفصله عن كل العملاء اللي بيزوروا الويب سايت بتاعك ساعه بساعه، وبيقول لك سلوكياتهم وبيديك معلومات عنهم سواء بالسن او المنطقه الجغرافيه او الزمن او الجنس بتاعهم، وده بيساعدك في حاجات كتير جدا. زي ايه؟ زي تخصيص المحتوى المناسب للفئه العمريه او الجنسيه من المستخدمين الاكثر على الويب سايت الخاص بيك،
وبيديك توصيات لإعلانات عشان تساعدك توصل لجمهورك بشكل دقيق جدا عشان تحقق نتائج ممتازة. نشوفكم على خير. 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 وانتوا دايما متواصلين.